تخطيط النقل الذكي في المدن والتطبيقات الذكية في النقل العام والسلامة المرورية وتطوير منظومة النقل السككي بين الماضي والحاضر وأهمية تسهيل حركة انسياب البضائع عبر الحدود كانت من أبرز محاور مؤتمر تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل في العاصمة الأردنية، وذلك ضمن مساعي الأردن إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع النقل. على هذا المؤتمر يوجد أن جلسة جمعية عمومية للجسر العربي، واللي من خلالها رح نطلع على الوضع المالي وعلى ما هو مطروح من مواضيع أخرى رح تناقش من ضمن جلسة الجمعية العمومية للجسر العربي. وتتشارك الأردن مع دول الجوار ومنها مصر التي تسعى إلى تطوير وسائل النقل والتي تتعدد، ومنها البحري والبري والجوي والمترو، لذا تسعى إلى التكامل مع الأردن في المجال البحري من خلال شركة الجسر العربي، حيث تتواصل الجهود من أجل توفير وسائل الأمان والسلامة. التكلفة المالية العالية، القوانين والتشريعات اللي بتبقى موجودة علشان تسهل وتنظم موضوع النقل، احتياطيات أو إجراءات السلامة وتأمين المستخدمي الطرق، وده موضوع مهم جدا، كل دي تحديات للطرق. وفي الوقت الذي تعمل فيه مصر مع الأردن والعراق لتنشيط النقل البحري واللوجستي، يربط العراق مع الأردن حدودا برية تعد الأساس في تدفق التجارة بين البلدين. طلعنا أيضا على مشاريع كبيرة وعملاقة وحديثة للأخوة في الشقيقة الأردنية، وبمجموع هذه المشاريع سنؤسس بالتأكيد إلى بنى تحتية ممكن أن تكون مكملة لبعضها لبعض. وبذلك تتكامل الجهود من أجل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في تنشيط السياحة والتجارة وتأمين بوابات ما بين بلاد الشام وإفريقيا. وضع حلول استراتيجية واستثمار الخبرات في مجال النقل كانت من أبرز أهداف المؤتمر للخروج بتوصيات تسهم في تطوير منظومة النقل في الدول الثلاث. دام الكردي، قناة الغد، عمان.